بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا دكاتره في قناه 3M. موضوعنا النهارده هو الموضوع الرابع او دي المحاضره الخامسه، يعني هنتكلم ان شاء الله النهارده عن السباينال كورد، الحبل الشوكي. اتكلمنا قبل كده عن الامبريولوجي وعن الهيستولوجي، واتكلمنا عن الداين كيفن. حلو كده، حلو. بقى كده خلاص، بقى هناخد سيكشنز ايه السباينال كورد. طبعا كده خدنا 3 مواضيع بغض النظر عن عدد المحاضرات، ان شاء الله بعد كده هنسجل محاضرات صغيره بحيث ان الموضوع ما يبقاش ممل، يعني بتقعد تسمع محاضره ساعتين وبتاع، ماشي حالك يعني. ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده عن السباينال كورد. اللي انا بقى عن السباينال كورد، ايوه شوف اختلفت يا اخي. السباينال كورد قال لك والله زي ما انت عارف السباينال كورد هو امتداد للبرين ستيم. قبل كده يا جدعان اتكلمنا ان في برين، والبرين ده تحتيه البرين ستيم، والبرين ستيم اخره حاجه اسمها مظله. المظله دي بتكمل كسباينال كورد. السباينال كورد ده ماشي في الظهر كده لحد الايه اللور بوردر بتاع الفيرست لامبر فيرتيبرا. يعني ده معناه طبعا الحته اللي ماشي فيها دي اسمها الفيرتبرال كانال. الفيرتبرال كانال دي عارف انت يعني ما ماشيه واجب، ما عليك يعني، انت متخيل يعني فيرتبرال كانال اللي مش في السبينال كورد. طيب ما علينا. طب هو بينتهي عند اللور بوردر بتاع الفيرست لامبر فيرتيبري. طيب والله، طب واللي بعد كده في ايه؟ قال لك والله في حاجة اسمها الكودا اكواني. تعالى كده نرسمها ببساطة شديدة يعني عشان برضو تبقى في الصورة. يعني هنقول مثلا ان ده سباينال كورد كده، معلش يعني على الرسم المعاق ده. حلو، فده ادي يا عم اهوت عشان تبقى يعني لحد ما، وده ال واحد وده اللور بوردر بتاع ال واحد. حلو الكلام، اللي هي اللمبر رقم واحد. في بعد كده ال 2 3 4 وسكرم اللي هو السكرة البيس اللي هو المسترانجل ده اهوت والحاجات دي. تمام. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ قال لك المفروض مثلا هنقول مثلا ان ده العصب رقم ال واحد، العصب رقم ال هو طبعا بتاع، انت عارف ان السبينال كورد بيطلع عصب من الناحيتين صح؟ تمام، هنتكلم الموضوع ده بالتفصيل يعني اللي هو الروتس بقى والنيرف والرماي والجو ده. بس يعني ببساطه كده مثلا ده ال واحد. طب في بعد كده عصب مثلا ال 2 و3 و4 ومش عارف بلا بلا بلا، كل دول بيتجمعوا كده ويروحوا نازلين تحت كده، معلش يعني على هذا البتاع ده اهو، ويمشي تحت كده. ايه ده؟ يعمل لك حاجه زي شعر كده، ده اللي ماشي تحت في الايه في الفيرتبرال كانال. النكش عامل زي الشعر ده اسمه الكودا اكواينا. الكودا اكواينا دي عدم المؤاخذه يعني معناها باللاتيني اي بليف يعني ديل الحصان. ليه سموها ديل الحصان؟ عشان هي شبه ديل الحصان. شوف انت لو سيبت ديل الحصان كده تلاقي شعر كده، تقعد طبعا لو عملت كده هيفوسك في وشك يعني، فمش حوار. المهم ده ديل الحصان. فهي انت دلوقتي عرفت ان السباينال كورد اخره في الليفل بتاعه ال واحد، وهو نازل بعد كده بالكودا اكواين. طيب بقول لك يعني زي ما انت عارف والله ان في جراي ماتر عامل زي حرف الاتش كده اتكلمنا عليها، وفيها النيورونز نفسها او السومات بتاعت النيورونز، وفي حواليها الوايت ماتر اللي هي فيها ايه الاكسونز والتراكتس ومايلينيتد والكلام اللي احنا اتكلمنا. بص انا قلت الكلام ده 10,000 مره يا ابني، خلاص ما مش حوارنا بقى. طيب يهمني برضو في موضوع السباينال كورد المننجيس اللي حواليه. قال لك هو جواه مننجيس؟ اه يا ابني مش سي ان اس يعني، هو تبع السي ان اس برضه، فالمفروض يبقى حواليه مننجيس يعني ما عليه. فماشي المفروض بقى كده حواليه مننجيس. بقول لك اول واحده هنتكلم عنها البيه. لو تفتكر البيه كانت، فاكر انت لما اتكلمنا عليها في البرين كانت داخله مع الجيراي سوري داخله مع السلقاي وطالعه مع الجيراي وبتاع، فاكر الكلام ده؟ طيب هي برضو البيه هنا فيرملي ادهرنت للسباينال كورد، بمعنى انها لزق في السباينال كورد، لف حواليه لف على طول. فاني راح نتخيلها كده، هي ادي الايه البي مطر. طبعا هي المفروض لازقه في سبيس، بس الالم بتاعي مش حلو يعني. طبعا الالم بتاعي يا جدعان لسه ما شاء الله ما اتشحنش اصلا، ما اعرفش مصر المينا بتاعهم في ايه، بس يعني ما شاء ربنا ايه ربنا يفك الديكه ان شاء الله. البي قال لك البي بتنده لازقه على طول في السباينال كورد. تمام، وبتكمل بخيط كده. تمام، الخيط ده اسمه الفايلم تيرمينال. حلو، ايه وظيفه الفايلم تيرمينال ده؟ يعني كده البيه انتهى طبعا عند ال واحد ونزل منها فتله كده. الفتله دي قال لك بتلزقها في السكرم، بتنسرت في السكرم كده. طب ايه الفكره يعني؟ قال لك والله حضرتك انت السبينال كورد جوه الفيرتبرال كانال، فبالتالي يعني عارف انت لو اتهزيت ولا بتاع هو هيخبط في ممكن يطلع فوق يتنتش حاجات، ما ينفعش يعني، ده برضو ده مخ يعني، فاهم؟ ده سي ان اس مش هزار يعني. فوالله ربنا خلق الفايلم تيرمينال ده عشان يلزق السباينال كورد في العظم تحت في السكرم تحت، فبالتالي ما يتحركش فيبقى ثابت جوه الفيرتبرال كانال. دي فكره الايه الفايلم تيرمينال. طيب بعدين
قال لك والله بعد كده حوالين البيه في اراكنويد، وانت حتى عارف ان فيها. قال لك ما بينتهيش بقى عند ال واحد، قال لك بينتهي عند الليفل بتاع اس 2. حتى بص هتلاقي اس بسطة كده واتنين بسطة كده، ف كده فاهم ماشي حالك يعني. المهم عشان تفتكرها يعني، فاس ايه اس 2. طيب انت عارف ان الاراكنويد سبيس دي الام العنكبوتيه في تحتيها السب اراكنويد سبيس، والسب اراكنويد سبيس ده هو فيه سي اس اف. قال لك اه فعلا في حاجه اسمها اللمبر بانكشر، هنتكلم عنها كمان شويه. قال لك والله بندخل الابره في ظهر العيان ونشد سي اس اف، بنسحبه من الايه من البتاع دي. قال لك الحته بقى اللي مليانه سي اس اف دي من مغزى اسمها ايه، اسمها الايه السب اراكنويد سيسترن. سيسترن يعني كيس كده مجمع ايه، مجمع سي اس اف سيسترن كده كبيره كده. طيب كده خلاص ده الحوار. طيب بعد كده فاضل ايه، فاضل الديوره. قال لك لا الديوره ديت مع نفسها يعني. قال لك فاكر انت اتكلمنا عنها ميزوديرما الاوريجين وبتاع، دي مكمله طول الفرتبرا الكولن، مكمله للاخر خالص وما ما صباح الفل يعني. دي اصلا جايه من الميزوديرما اتكلمنا عنها، وانها محوطه الفرتبرا الكولن. تمام. فضلت على نقرا سريعا. ادي هوات البيا مطر. قال لك والله ان هي ماسكه جامد جدا في السباينال كورد، وان هي بتنتهي بحاجه اسمها الفايلم ترمي، عشان بس بكون نسيت حاجه ولا حاجه ما قلتهاش يعني. وماسكه فين؟ في الصقر تحت. ماشي ما علينا. وديت زي ما احنا قلنا بتربط الايه السباينال كورد وبتاع. طب الاراكنويد قال لك ديت الحته اللي في النص، وقال لك والله بتوين البيا طبعا والديوره، واسمها وفي حته تحتها اسمها السب اراكنويد سبيس. قال لك والله بينتهي عند اس 2 ويعمل سب اراكنويد سيسترن، والسي اس اف بقى تحتيها وجواها يعني ومش عارف ايه، وبنعمل فيها لمبر بانكشر بحيث ان احنا بنسحب عينه السي اس اف بتاعتنا. طيب والديوره قال لك والله لا دي مكمله مع الفرتبرا الكولا من عادي. ليه؟ لان هي اصلا طالعه من ميزودير، طالعه من العظم. طيب يقول لك والله لو انت بصيت كده على السباينال كورد هتلاقي فيه تو اللارج. طب ايه فكره الالارجمنت دي؟ قال لك في سيرفايكال الارجمنت ولامبوساكرال الارجمنت. طب الارجمنت دي يرمزوا لايه في السباينال كورد؟ هتلاقيهم حتت تخينه كده، حتى الرسمه دي مبيناهم شويه بس هي مش واضحه قوي، بس قشطه يعني. ايه فكرتهم؟ قال لك والله السيرفايكال الارجمنت دي اللي طالع منها اللي هي البريكيال بلكسس. البريكيال بلكسس ذات اللي بتدي التغذيه الموتور للابر ليمب. طب هي ليه تخينه كده؟ عشان الايه مليانه خلايا موتور عشان تغذي الابر ليمب كله، فبالتالي لازم تكون تخينه شويه. طب برضو اللامبو ساكرا البلكسس طالعه برضو من اللامبو ساكرا الارجمنت، نفس الفوار برضو. عايز تحفظ الليفلز بتاعتهم، ان دي من سي 5 لتي 1 قشطه، ودي من ال 1 لل اس 2 ماشي. بس يعني ايه اعرف ان في تو انلارجمنت، سيرفايكال انلارجمنت ده بيدي البريكيال بلكسس، واللامبو ساكرال انلارجمنت اللي بايه بيدي اللامبو ساكرال بلكسس بتدي لور ليمب. ده بيدي اور ليمب وده لور ليمب ماشي. ده يرمزوا لايه؟ ان في موتور يعني، حتى ال 1 اس 2 ال اس 1 2 دماغك. طيب ده كله ما كانش يهمني قوي يعني، دي حته بس بفكرك كده بيها يعني عشان ايه ان شاء الله تبقى جاهز يعني. سوري ايه اللي بنيله ده يعني، دي كاتيجوري سي مش مهمه قوي يعني فاهم، ما تهمنيش قوي. بس انا يهمني بقى الحته الكلينيكال بتاعت اي حاجه كلينيكال طبعا بتهمنا في اليوز، لان الاسئله كيزس وانتوا عارفين الكلام ده. فقال لك والله كلينيكال كورليت ان في حاجه اسمها اللمبر بانكشر. ايه اللمبر بانكشر ده؟ زي ما احنا قلنا انا مثلا عايز اشوف السي اس اف في حاجه في مشكله ولا لا. طب ليه؟ قال لك مثلا شاك ان الراجل ده عنده مينجايتس مثلا، عنده مشكله في عايز احلل له السي اس اف بتاعه، فهو بينام على جنبه كده على السرير، ينام على جنبه ويروح مديك مصدر لك ظهره كده، وتروح داخل في الابره وتعرف تخش فين كمان شويه، وساحب السرنجه ايه سي اس اف. طب مش اي حد بيعملها، ومش اي حد تكنيك يعني، مش اي حد بيعمله يعني. ممكن مثلا ما اعرفش، انا ما حصلتش الامتياز، بس يقول لك يعني في ناس في الامتياز بتعمله، بس والله ما اعرف يا ابني، ما وصلتش انا الليفل ده، انا غلبان يا ابني، نفسي انا رابعه يا ابني. فالمهم يعني انت يهمك الليفل مثلا بيخش عنده الابره. قال لك والله بتوين ال 3 ل 5 او من ال 3 و4 ل 4 ل 5. طب انت ليه بعيد كده؟ انت قلت لي من شويه ان نهايه السباينال كورد عند ال 1، طب انت ليه بعيدها قوي كده يعني ال 3 ل 4 و4 ل 5؟ طب ليه ما بيجيش مش بين 2 و3؟ قال لك والله يعني بص هي حته يعني مش مهمه قوي، بس عارف انت يعني وانت امبريو كان السباينال كورد كان نازل لحد اخر الفرتبرال كانال، بس كان نمو العظم اسرع من نمو النسيج العصبي، فبالتالي ايه؟ قال لك والله يعني عارف انت الفرتبرال كولن طول والسباينال كورد طول بس شويه صغيرين فاهم، فبالتالي ممكن مثلا واحد ما يكونش كبير قوي في السن فاهم،
وما يكونش السباينال كورد بتاعه عند اللور، اللور بتاع الايه اللي واحد، يعني في برضه يعني اختلافات اناتومي بيننا وبين بعض، يعني مش شرط يكون اخر السباينال كورد عند ال واحد او ال اتنين او بتاع، فاهم؟ فممكن تجرح السباينال كورد طبعا، لو الابره لمس السباينال كورد ايه اللي هيحصل له؟ هيموت طبعا، مش هيكمل، فبالتالي لازم ايه يعني كده، يعني فاهم، تبعد عن الايه عن الوش يعني. طيب ده عشان كده عرفنا الليفل اللي انت بنقل ايه، بنقل 3 ل L5 اللي هو L3 4 4 5. طيب قال لك والله طب انت دلوقتي يعني زي ما احنا قلنا ان احنا عايزين نسحب عينه وبتاع، طب انا دلوقتي برضو عايز اعرفك يعني هي مهمه وبتتسال، ويقول لك يعني يقول لك مثلا اللير رقم 6 مثلا ايه، وانت تقعد تعدهم في دماغك وتعرف هتوصل اللايرز بتاعت اللي هي الابره عدت عليها وانت بتدخل الابره عشان تجيب العينه بتاع السي اس اف اللي هي اللمبر بانكشر مهمه تتسال، ويقول لك قول لي مثلا اللي هي رقم 5 اللي هي رقم 6 مهمه تعرف اللاير دي وتعرفهم بالترتيب. فانا تعالى نتخيل مع بعض كده، انت جبت الابره اهوت وبتدخلها، فاول حاجه هتعدي عليها طبيعي سكن، تمام؟ وبعد كده فات وفاشيا وكلام فاضي يعني. بعد كده لا كده دخلنا جوه بقى خلاص، بعد كده قال لك يعدي على 3 ليجامنتس، قال لك في ليجامنت فوق السباين وليجامنت بين السباين وليجامنت جوه شويه، نسميهم ايه؟ فوق السباين سوبرا سباينس، بين السباين انتر سباينس ليجامنت، وفي ليجامنت كده اسمه ليجامنتم فليفا لو انت فاكره من الاناتومي، او ما تفتكروش يعني مش مهم. الليجامنت ده ماسك البادي بتاع الفرتبري في السباين، اهم حاجه تعرف تسميهم وخلاص يعني. يعني لو انت نرسمها كده برضو يعني ايه، مثلا ده دي بودي اهوت وده بودي اهوت ودي سباين ودي سباين، معلش على سآلة الرسم، يقول لك والله فيه يعني عارف انت تمسك من البادي كده ورايح على السباين بتاع ده اسمه ايه؟ اسمه ده الجامنتم فليفون، طيب بعرض الفرتبر يعني، فاهم؟ فبيبقى كده يعني مش مهم اعرف اسمه. يبقى انت عندك سوبرا سباينس ليجامنت، انتر سباينس ليجامنت، الجامنتم فليفون، دول الايه؟ الليجامنت اللي انت عايز تعرف. طب خلاص انت عديت الليجامنت، خلاص انت كده دخلت بقى جوه المصلحه، يعني انت دخلت كده خلاص، فالله خلاص انت كده عندك ديورا واراكنويد، انت عايز تروح ايه لبعد الاراكنويد شويه، فقال لك خلاص انت عندك كده هتعدي على حاجه اسمها ايبي ديورال سبيس، بعد كده الديورا، بعد كده الاراكنويد، بعد كده السب اراكنويد سبيس، حتى الايبي ديورال سبيس ده كان في افكرك ولا مش مهم؟ مش مهم، خليها بس في الاخر دلوقتي. ما انت دلوقتي هتعدي على ايه؟ زي ما مكتوب قدامك كده سكن دي فاشيه، بعدين التلاته ليجامنت، كده انت خلصت خمسه هما ثم تسعه عشان تبقى عارف، بعد كده وصلت كده، بعد كده عندك ايبي ديورال سبيس، بعد كده الديورا، بعد كده الاراكنويد، بعد كده السب اراكنويد سبيس، بالترتيب كده لازم تبقى حافظه احنا يعني عشان تفتكر. الابيديورال سبيس ده كان فيه البلد فيزل اللي بتغذي المنجيز، والسب اراكنويد سبيس ده كان فيه البلد فيزل اللي بتغذي ايه البرين نفسه او السي ان اس نفسه، يعني لو عايز تفتكر معايا. فبس ده الموضوع زي ما احنا قلنا مهم طبعا، ده مهم مهم ماشي تمام. فزي ما احنا قلنا ان اللمبر بانكشر بتجيبها من L3 و L5، وان انت عايز تجيب سي اس اف وما تموتش السباينال كورد، والطبقات دي مهمه جدا يا جدعان لازم تحفظوها ماشي. طيب برضو من الحاجات اللي اتسالت هو انك تعرف شكل اسمها ايه دي اللي هي السكشن بتاع السباينال كورد كده، تعرف ده انهي ليفل، يعني دي سيرفايكال ولا لمبر ولا ثوراسيك ولا ساكرال، انت لازم تعرفه. فوالله بص يعني هي اللي اتسال بصراحه الثوراسيك وهي اسهل واحده فيهم وهتعرف ليه دلوقتي، بس انت لو بصيت للسيرفايكال هتلاقيها من ورا رفيعه ومن قدام تخينه، ورا رفيعه كده من قدام تخينه، يعني انت هتعرفها من شكلها، عارف انت عامله زي رقم 6 كده بالانجليزي، رقم 6 كده اهو، فاهم؟ فهي انت مظبوط كده يعني ماشي. فبس يعني ده اللي اقدر اقول لك فيه بصراحه. طب الثوراسيك قال لك الاثنين بيبقوا رفيعين كده عامله زي رقم 11 او حرف اتش كده، بس حرف اتش بجد بقى، طالع منها بسبوس كده في الجنب اللي هو ايه اللاترال هورن بتاع السمباثيك تشين. انت عارف طبعا ان السيمباثيتك هو لامبو ساكرال واخد الثوراسيك وبعض اجزاء اللامبر بدون تفاصيل يعني. طيب انت دلوقتي عندك اللي هو الثوراسيك اهوت، فبتعرفه من اللاترال هورن، وهو شكله اصلا شبه ال 11 فاهم يعني، هو واقف يعني، هو اللي قدام والورا قد بعض ورفيعين، فهم يعني واضح شويه تقدر تعرفه بسهوله يعني. طيب ده طبعا احنا ده سيرفايكال يا جدعان، معلش ما كانش في مكان اكتب شويه تنسيق بس، وده ثوراسيك ماشي ماشي. طب بص كده على اللمبر والساكرال، طب تعالى نبدا بالساكرال معلش ريحني.
قالك الاثنين تخان كده زي ما انت شايف، بس انت هتحس كده ان الانتيرور هورن والبوستيرور هورن قد بعض، تمام؟ يعني انت عارف انت الحته اللي قدام قد الحته اللي ورا، فيعني فاهم يعني هما قريبين من بعض قوي. حس، طب بص كده، ده بالنسبه للسكرال حتى هيبان اهو القنص مدلارس اهي. انا قلت لك على القنص مدلارس، هقولها كمان شويه، مش عارف زي ما احنا قلنا القنص مدلارس دي بقى. بص طالع منها كودا اكواين اهي لو انت خدت بالك، اللي هي ايه دي الحصان اهو. القنص المدلارس ده هي الحته الاخرانيه من السباينال كورد، واخده اخر 3 سكرم، سكرا السيجمنت يعني. فهي عارف انت يعني هي السباينال كورد عامل كده وهي جايه كده، هنتكلم عنها كمان شويه، بس انا يعني انا ما قلتهاش، نسيت اقولها ولا حاجه يعني، جل من لا يسهو يعني. طب بص كده معلش، احنا كده خلصنا السكرا، قلنا الاثنين تخان وقد بعض. طب بص كده على اللمبر، اللمبر هتلاقيهم هما الاثنين تخان، بس عارف انت في فرق كبير قوي تعرف تميز وعينيك كده بين اللمبر بين سوري بين الانتيرور هورن والبوستيرور هورن. لو انت خدت بالك هتلاقي الانتيرور هورن تخين كده، والبوستيرور هورن يعني هو مش رفع تخين بس اصغر منه، تعرف تفرقه كده بعينيك كده، فاهم؟ فده الفرق يعني. بص احفظهم شكلا كده بعينيك، او حتى انسى كلمه من نفسك يعني، بس يعني هو اللي اتسال الثوراسيك، وتعرف ببساطه شديده من الايه من اللاترال هورن اللي فيه، فهو ما فيهوش حاجه يعني، فده اللي اتسال يعني، فانت عرفهم حتى برضه والله يعني. ده جاي من يو وورد يعني، فاتسال سهل يا جدعان والله. ماشي ماشي. طب ده بالنسبة للموضوع ده عشان بس تعرف شكل السباينال كورد نفسه. نيجي بعد كده للنيرف. والله هو هنعرف ده عدد النيرفات زي ما انت عارف، هو في 8 سيرفايكال و12 ثوراسيك و5 لمبر و5 ساكرال وواحد كوكسجين. حتى كان يقول لك تمام كام تحفظها كده 8 12 5 5 1، احفظها زي ما تحفظها مش مهمة اصلا. فهو عددهم 31 زوج من الاعصاب، زي ما احنا قلنا مثلا ان هو ده السباينال كورد وبيطلع عصب يمين وشمال يمين، فهم بيرس يعني واحد يا اما ايه 31 على ايه على اليمتين يعني، على اليم واحد طالع من اليمين وواحد طالع من الشمال. ماشي طيب جميل. يعني هي حته برده مش مهمه قوي، بس تعالى كده نطلع الاعصاب، تعالى نطلعها يعني. بص بص مثلا دي اول فيرتبراي اهي، تمام؟ دي اول فيرتبراي. حلو جميل. هتلاقي بص العصب الاولاني طالع من فوق، يعني هي الاعصاب بدات ازاي؟ بدات من فوق يعني فوق الفيرتبراي، يعني مثلا العصب الاولاني يعني طلع قبل الفيرتبري وهكذا. هتلاقيهم يعني بص هتلاقي العصب طلع قبل الفيرتبراي لحد سي 8. قال لك لا مش هم، اصل انت عندك على المؤاخذه يعني 7 فيرتبري في السيرفايكال ريجن، تمام؟ شفت السؤال دي ربنا سهيلها. المهم انت عندك 7 سيرفايكال فيرتبري و8 اعصاب، فهم دول اللي عملوا اللخبطه دي. هي حته مش مهمه انا قلت لك يعني، ماشي؟ فالمهم يعني عندك الفيرتبرايه طالعه العصب من فوقيها لحد سي 8، سي 8 بعد كده طلعت من تحت العصب، من بعد سي 8 فكل الاعصاب طلعت من ايه من تحت الفيرتبري بتاعتها، يعني عشان طبعا اللخبطه اللي عملتها الايه السي 8 دي، تمام؟ دي يعني حته هنا من فاهم، حتى برضو هنا دي موضحه هي برضو الكودا اكواينا عشان مش عارف ارسمها، فاهم؟ فبرضو عشان تبقى متخيل الوضع ده الاعصاب هي هتبقى فيها الفايلم تيرمينال لو تفتكر، حكينا انها فايلم تيرمينال اللي هو بتاع البيع، فاكر؟ بالذات في الكوكسكس كده فاكر؟ اه سوري في الساكرام كده وبتاع، فاهم؟ فهو دي الفكره يعني. ماشي نفتكر سوا يا جدعان. طيب كده بقى عايزين نشوف العصب نفسه على كل سيجمنت طلع ازاي، يعني طلع ازاي؟ هقول لك دلوقتي. بص انت عندك اهوت السكشن بتاع السباينال كورد اهو، تمام؟ تمام. خدني على قد عقلي، خدني على قد عقلي، بس احنا هنجيبها تاني صح في الاخر صح، بس خدني على قد عقلي في الاول. اقول لك والله ان طلع ده لفظ مش صح من ورا الروت وطلع من قدام روت، يعني طلع من قدام الفنترال روت وطلع من ورا الدورز الروت. طالعين منين؟ الدورز الروت طالع من الدورز الهورن، ده الدورز الهورن وده الفنترال هورن، تمام؟ فالفنترال هورن طلع الفنترال روت والدورز الهورن طلع الدورز الروت، راحوا متحدين مع بعض كده. الاتحاد ده بيبقى في الانتر فيرتبرال فورامن. الانتر فيرتبرال فورامن ده عارف انت هو العصب بيطلع منين؟ اقول لك انا بص اكيد مش من حته وحشه يعني ان شاء الله، بس عارف انت هي مش باينه قوي هنا، بس انت دور كده في الفرتبري هتلاقي لما تركب الفرتبريتين على بعض كده في حته في الجنب
طالع منها العصب كده مخرومه كده فاهم. فهي الخرم ده اسمه انتر فيرتبرال فورام. عند الانتر فيرتبرال فورامين العصب كان متجمع مع بعض. طبعا انت عارف ان الدورز الروت ده شايل سنسوري والفنترال روت ده شايل موتور. فكده يبقى اللي هو السباينال نيرف نفسه شايل ايه؟ قال لك شايل ميكسد ما بتوين السنسوري والموتور. وبعد كده راح متفرق اتنين كده يعني. هو دلوقتي كان هو طالع من ورا الدورزال روت شايل السنسوري والفنترال روت شايل الموتور، راحوا متحدين مع بعض كده عملوا ايه؟ عملوا سباينال نيرف. بعد ما اتحد راح متفرق تاني. لما اتفرق تاني عمل ايه؟ دورزال ريموس والفنترال ريموس. الدورزال ريموس والفنترال ريموس هما الاثنين فيهم ميكس، الاعصاب اتلخبطت مع بعضها فاهم قصدي. فالريماي دول فيهم ميكس، فيهم موتور على سنسوري. طب والنيرف فيه موتور وسنسوري. اللي متنظم بقى هما الروتس اللي ورا اللي هما دول. فدلوقتي لو احنا نتكلم يعني بص يا ابني، الاعصاب يا ابني اللي انت الاعصاب بتاعت الابر لمب دي، هو العصب اللي مثلا الميديان نيرف ولا الالنر نيرف ولا الريديال نيرف، هو سنسوري ولا موتور؟ ده ميكسد. ما هو ده ريموس، دي ريم، ده انتيرور ريماي اوف مش عارف سي 7 او 8 مش عارف كده فاهم. دي الفكره. فوالله النيرف عموما بيبقى ايه؟ ميكسد. وبعد كده بيخش لحد الانتر فيرتبرال فورام، وبعد كده يبدا بقى يفك نفسه بقى سنسوري ورا وموتور قدام. فدي الفكره، ان الاعصاب بتاعتك كلها ايه؟ ميكسد. مفيش حاجة يعني، في بعض الأعصاب سنسوري وموتور، بس معظم الأعصاب إيه؟ ميكسد يعني. دي الفكرة. والقلم راح فين؟ أهو. فزي ما أنت شايف كده مثلا داخل والله سنسوري أهوت، عادي داخل سنسوري من هنا مثلا، أه أنا داخل سنسوري أهو، فتنى ماشي كده ماشي كده ماشي كده، وبعد كده راح داخل على الدورزال روت. الدورزال روت راح موصله على الدورزال هورن، وبعد كده أيا كان طلع منين طلع فوق، طلع على إيه؟ على السي إن إس. طبعا أنت عارف الإحساس بيطلع لفوق على المخ، والموتور جاي من المخ ونازل لتحت. والموتور مثلا طالع كده ومثلا رايح على الدورزل مثلا او رايح على الفنت. بس هي الفكره كلها، التنظيمه كلها، ان الروت نفسه هو اللي متنظم سنسوري وموتور. بعد كده الدنيا بتبقى زوارب الخلاط بقى فاهم، انت بتبوظ منه في الاخر. فماشي تمام. فادي الحوار يعني. فوالله قاعد اكلمك اهوت يعني، قاعد اقول لك اهوت ان الدورزل روت قال لك والله ده الافرنت سنسوري. الافرنت يعني جاي افرنت، يعني جاي من بره وداخل جوه. عارف انت يقول لك ايه؟ اللي داخل كده الحاجه اللي داخله كده اسمها افرنت، واللي طالع من كده اسمه، اللي طالع موتور كده اسمه افرنت. ماشي يعني انت اكيد عارف الكلام ده يعني، مش هشرحه ولا اشرحه مش عارف يعني. انت عارف افرنت يعني، بص الحاجات انا هستحفظها مثلا، الافرنت بيخش الاول وبعد كده هو بيبدا بحرف الايه وبعد كده الافرنت. ما علينا يعني، ماشي انت اكيد عارف افرنت وافرنت يعني. ماشي ماشي. فالمهم يعني بقى ده الدورز الروت داخل بايه؟ الافرنت اللي هو من الريسبتور اللي طالع للسي ان اس، ده اسمه افرنت، اللي هو الحاجه اللي داخله اسمها افرنت تمام. فقال لك والله جاي افرنت ايه ده؟ افرنت إيه ده؟ عباره عن السنسوري روت، وده جاي بالسنسوري. الافرنت ده اللي هو اللي جايب السنسيشن من بره ومدخلها على السي ان اس او البرين. الفنترال قال لك والله ده الافرنت اللي طالع لبره، جاي بالموتور انفورميشن جاي من البرين وبيوصلها على العضلات، ده الافرنت تمام، اللي هو رايح على العضله عشان يحركها تمام. طب الريماي قال لك لا، هما الاثنين في انتيرو ريموس وستيرو ريموس، وكل ريموس من دول ما شاء الله شايلين سنسوري موتور، هما ميكسد يعني. بعد كده هنتكلم عن موضوع قعدت انبه عنه كتير، هو الكودا اكواين. احنا اتكلمنا عن الكودا اكواين ديت، والله هي الاعصاب اللي تحت السباينال كورد، اللي هم عاملين زي ديل الحصان اللي هم نكش الفراخ اللي هم تحت السباينال كورد دول. طيب المفروض يعني زي ما احنا قلنا ان هوت السباينال كورد هوت منتهي عند L1، حلو الكلام، وان بعد كده بتبدا الاعصاب انها تنزل كده بهذا المنظر، وان دي الاعصاب من اول L2 لحد الكوكسيجيال نيرفز سوري اللي هم كلهم يعني، كل الاعصاب اللي تحت الليفل بتاع L1. طيب يعني هو بيقول لك يعني ان هو تحت السباينال كورد ال1 السباينال كورد ما هوش فاضي، امال في حاجه اسمها الكودا اكواين. ايه دول يا اخويا؟ قال لك والله دول لامبو ساكرال روتس، اللي هي الاعصاب اللي هي لامبر ريجون اول L2 والساكرال روتس والكوكسيجيال نيرف نازلين في السبيس. وقال لك والله بيطلعوا من انتر فيرتبرال فورامينا زي ما انت عارف. وقال لك والله وزي ما قلت لك برده الكونس ميدلاريس اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هم اس 3 4 5 اخر 3 ساكرال، هما عاملين المنظر العجيب ده. شايف انت ديت اللي هي البص ديت اللي هي اللي اسمها ايه؟ اسمها
وايه ده؟ هو عامل ايه؟ اللي هي الحته الحمراء دي، معلش الحته الحمراء دي هي القنص مدلس، اللي هي اخر حته من السبانال كورد، تبقى عامله كده يعني، ماشي، عامله زي الكون يعني، عامله زي المخروط، ماشي. بس ما فيش حاجه جديده يعني اتقالت في الحته دي. طيب هو انا ليه مهتم بالكودا اكواينا كده؟ الكودا اكواينا ديت ايه شايله ايه يعني؟ قال لك دي شكيله، معلش يعني، كودا الاعصاب بتاعت نصك التحتاني اللي هو البلفس باللور ليم. الاعصاب كل يعني، انت عارف، انت فاكر انت اللامبو ساكرال اللارجمنت بيغذي اللور ليم من اول L1 لحد S2 مثلا. فانت عندك كل حاجه تحت، كل حاجه تحت سبلايد بالكودا اكواينا، مش متسبلاي، مش طالعه كده بسيجمنت محترم زي بقيه السيجمنت. فالكودا اكواينا دي مهمه، مهمه، لان هي شايله يعني سنسوري للور ليمب وموتور للور ليمب، وشايله اوتونوميك بتاع المثانه والريكتم والحاجات، البلادر والريكتم والحاجات دي، ف ليها اهميه مخصوص، فاهم قصدي؟ طيب فيقول لك والله يعني ايه اسباب الكودا اكواينا سندروم؟ قال لك اي حاجه ضايقت الاعصاب، عارف انت، حاجه ضغطت عليها، حاجه عامل فيها انفلاميشن، مش عارف يعني، مثلا يا اخي تيومر، طبعا انت عارف، مثلا لو انا هرسم بتاع قطعيه كده، مش عارف ايه، وفي بتاع هنا كده، وبتاع ابوه، بتاع هي كده، ديت هي، مش عارف ايه، مش عارف ايه، فتلاقي هنا ايه الكودا اكواينا مثلا، دي الاعصاب اهي. فايه اللي يضايقها؟ والله حصل تيومر هنا في البادي، فراح قافل كده، راح مضيق الفيرتبرال كانال، ماشي. والله مثلا الديسك نفسه حصل له هيرنيشن، وهنشرح الهيرنيشن بتاع الديسك كمان شويه، فوالله برضو نفس الوضع ضايق، وهتعرف ان ازاي يحصل هيرنيشن، مش بس كومبريشن، بيحصل كومبريشن وانفلاميشن، وهتعرف ازاي دلوقتي. البوتز ديزيز ده اللي هو التي بي بتاع العظم، وهنتكلم عنه بعدين يعني، مش موضوعه خالص يعني. التي بي بيكسر العظم وبيعمله كيزياس ماتيريال كده، بيبقى طري يعني، المهم بيبقى بيعمل حاجه اسمها كولد ابسس، لو انت نفسك تعرف يعني، ده البوتز ديزيز، يا ما فاهم انا دماغي. المهم اي حاجه عموما راحت ايه مضايقه الكودا اكواين. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك والله زي ما انا قلت لك هو الكودا اكواين دي شايله سنسوري، وشايله موتور، وشايله اوتونوميك للبتاع ده، للزبلايت اللي تحت ده كله. طيب ماشي، طب ايه السنسوري هيحصل؟ قال لك والله السنسوري هيبوظ، اول حاجه بتبدا تنمل، وبعد كده ايه ممكن يحصل لوس اوف سنسيشن خالص يعني، انت اضغط هيحصل ايه؟ ممكن يحصل بين اول تنميل الاول، وبعد كده ممكن يحصل بين، وايه، وممكن يفقد الاحساس خالص. يقول لك برده في حاجه مميزه قوي، كي وورد مميزه، يقول لك السادل الاناسيزي. طبعا هي برده جزء سنسي، السادل ده عارف انت لما تركب على الجمل او تركب العجله او تركب الحماره او تركب اي حاجه بتتركب، بيبقى في حاجه السادل اللي هو البتاع اللي بيتحط فوقيها ده، فاهم، اللي هو بيسموه السرج، باين صح، السرج. فلما تركب السرج، الحته اللي انت راكب عليها على السرج اللي هي بين فخادك دي اسمها السادل. فقال لك حصل بقى فيها اناسيزيا، ان هي بدات تنمل يعني، وهتعرف بعدين ليه. هقول لك الاس 2 3 4 ديت وماشي، هتعرفها بعدين لما نتكلم عن الدرماتومز بالتفصيل، مش بالتفصيل قوي يعني الصراحه، ما اضحكش عليك، ماشي. ويعني بيحصل مخ يعني السادل الاناسيزيا دي ايه، فقدت السنسيشن في المنطقه دي، ليه؟ حته من اللور ليمب يعني. ويقول لك والله بيبدا ايه رجليه تنمل، مش عارف ايه والحاجات دي. طبعا اول حاجه بتحصل موضوع ان رجليه تنمل قبل ما يفقد الاحساس، طبعا تمام، بعد كده توجعه، وبعد كده ايه يفقد الاحساس خالص. طيب ليه؟ لان ضغطت على الاعصاب. طيب الموتو مانيفستيشن ايه اللي هيحصل؟ شلل ان شاء الله. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه في الاول؟ هتبقى الحركه بتاعت رجليه هتبقى ضعيفه، موتو ويكنس، وبعد كده هيتشل عادي يعني. ممكن بقى على حسب بقى الضغطه جت ازاي، ممكن الضغط مثلا ما تجيش بنفس الطريقه دي، ممكن الضغطه تيجي ازاي، ده بالمؤاخذه يعني، ده القضيه دي بتاع الكناله اهيت، ممكن الضغطه تيجي مثلا كده فتدمر مثلا النص ده، فيبقى عنده مثلا ويكنس في ناحيه واحده، فاهم، وانا افهم الفكره دي برده في الديسك هرنيشن، بس ممكن يدمر ناحيه واحده او ناحيتين عادي، مش هتفرق. الحاجات كلها عارف انت بتتجاب بالحب هنا، مثلا فاكر انت عارف انت النير فليكس ده، لما انت تجيب ركبه واحد كده، عارف انت النير فليكس ده لما تقف كده وتطلع كده مثلا، تخبط بالشاكوش كده فرجليه تعمل كده، فاهم، ده النير فليكس. الانكر ريفلكس نفس الوضع، ما في بايسبس وترايسبس، هنتكلم عن الريفلكسات دي بعدين، في بايسبس ريفلكس وترايسبس ريفلكس ونير ريفلكس وانكر ريفلكس. المهم يعني بيقول لك ممكن النير ريفلكس يبوظ، طبعا النير ريفلكس هيبوظ لو انت بوظت، مش كده احنا لسه ما خدناش الريفلكسات يا جدعان. طب ماشي، فكك من الريفلك، بص مش هقول لك فكك منه يعني، طبيعي برضو ان انت يعني ايه بوظت الاعصاب فالريفلكس مش هيبقى مظبوط، انت هتحفظها دلوقتي، بس احنا هنتكلم عن الريفلكسات بالتفصيل بعدين، فبالتالي هتفهمها كويس يعني، بعد تعرف على بقى ما تعرف مثلا الني ريفلكس ده هو بيجي بال 3 او 4 او 5. فمثلا لو، فانا قصدي يعني لو حصل الليجن
على مستوى L3 فهيبوظ الني ريفليكس، طب لو على مستوى الاس 1 لا هيبوظ حاجه اسمها الانكل ريفليكس، فاهم قصدي؟ فممكن على حسب الليجن حصل فين، او التيومر ده حصل فين، او الديسك ده باص فين، فعلى حسب الليفل نفسه بيبوظ الريفليكس. عم اقول لك برضه ممكن برضه يبوظ على تيتا 4 انكونس ريفليكس، ده برضه عارف انت لما هو في ريفليكس غريب شويه، عارف انت يقول لك لو انت لمست السكن اللي حوالين الانس، الانس يعمل كده اهو، ده اسمه انكونس ريفليكس، نتكلم عنه بالتفصيل برضه في الريفليكسات برضه. فيعني عارف انت هيفقد الريفليكسات كلها يعني بتاعت اللور لمب، هيفقد الريفليكسات اللي تحت كلها. طب ما في كير ماستريك ريفليكس اللي هو L1 و2، فاهم؟ فانت ما تركزش قوي بس هو هيفقد الريفلكسات بتاعت اللور ليمب كلها، سواء ني ريفلكس، انكل ريفلكس، انكوتينيوس ريفلكس، الحاجات دي كلها هيفقدها، تمام؟ فيعني ايه اللي هيحصل؟ احنا كنا على الموتور، ايه اللي هيحصل يا ابني؟ والله العضلات هتضعف يا اما هتتشال والريفلكسات هتروح، بس هتقول ايه يعني؟ ايه الريفلكسات اللي عندك؟ ني وانكل وايه وانكوتينيوس بس، يعني ده دي الطلعة يعني، فاهم؟ مش لازم بقى تعرف ليه وبتاع، يعني اعرفها لنفسك يعني. برضه زي ما قلت لك ان النرفات دي مش بس شايله سنسوري موتور، شايله اوتونوميك للبلادر والبتاع، فهيبقى عنده بلادر انكونتيننس وريكتس او ديفيكيشن انكونتيننس، فبالتالي هيبقى ايه الدنيا بايظه خالص عنده. ويعني برضه قال لك برضه انكونتيننس ريفليكس ومش عارف ايه برضه يعني، ماشي. فالموضوع يعني ايه اللي هيحصل يعني في الحوار كده من الاخر كده؟ كويس والله السنسوري باص، هيحصل ايه؟ شويه تنميل، ممكن توجعه، هيفقد الاحساس خالص، مش عارف، كلام عادي يعني اللي هو تعرف تالفه، فاهم؟ سد الانستيزيا مهمه، سد الانستيزيا بالله عليك، الكي وورد دي اتقالت في اليور دي، فاهم؟ فانت المفروض تبقى عارفها كويس. اللي هيحصل في الموتور عادي، العضلات تضعف والريفلكسات هتضيع. طب الاوتونوميك مش هيعرف يحبس البول والبراز، فبالتالي ده سد الاوتونوميك. عندك اوتونوميك تاني تحت يا ابني، ماشي، اللي هي اللي هيحصل امبوتنس عند الميل يعني، ماشي مش حوار يعني، فاهم؟ فماشي بس ادي الحوار. طب ايه فكره بقى اذا كانت يعني الديسك هيرنيشن؟ هي الحته دي برضو يا بص، كودا كوين سندروم ديت كاتيجوري ايه؟ مهمه مهمه، تمام؟ انما الديسك هيرنيشن ده كاتيجوري سي، بس انا عايزك تفهمه يعني لنفسك يعني، او مش فاهمه قوي بس ايش. طيب المهم يعني ايه فكره الديسك هيرنيشن؟ قال لك بص، تعالى بص معايا الصوره دي. احنا اتكلمنا، فاكر انت الميتوكورد اللي هو بيعمل النيوكليس بالبوزس؟ كلمتك على النيوكليس بالبوزس دي كلمه كده، المهم يعني لو انت جيت كده وكلمتني اقول لك والله تعالى كده، المفروض كده دي حاجه اسمها انيولاس فايبروز، انيولاس يعني دائري، قشطه، في حاجه جوه كده نيوكليس بالبوزس، ماشي، عامله كده. فالمهم يعني الانيولاس فايبروز ده فايبروس تيشو قوي متماسك كده، تمام؟ النيوكليس بالبوز ده سائل ميه، تمام؟ فالمهم ربنا خلقنا عادي جدا، عادي في انيولاس فايبروز ونيوكليس بالبوزس، بحيث ان انت عارف انت وظيفة الديسك عموما ان هو الضغط، ان هو يمتص الصدمة بتاعت السباينز على بعض، وبحيث ان هو يسيب يعمل فلكسبيتي حلوة للسباينز انها ايه تتحرك كده، ايه تقعد تتزحلق على بعضها كده، دي فكرة الانترفيرتبرال ديسك. طيب انت مع السن بيحصل ديجنريشن في البروتينات ديت، فايه اللي بيحصل؟ قال لك والله خلينا نسيبها بلون واضح شوية، شايف النيوكليس بالبوز دي خليها باللون الاحمر، معلش. ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله تبدا تاكل في الانيلوس فايبروسس، الانيلوس فايبروسس يبدا يبوظ ويحصل فيه ديجنريشن ويبدا يبوظ، فيروح على ما اقصد يعني النيوكليوس بابوس دي او الجزء اللي هو السائل ده يطلع لبره كده. طب وايه المشكله؟ قال لك لا، المشكله ان هو بيطلع زي ما انت شايف في الصوره دي كده، بيبدا ان النيوكليوس او الحاجات دي تبدا تكمبرس الاعصاب. بس انت ضحكت عليا ليه؟ اصل مش انت قايل النيوكليوس بالبوسس ديت حاجه طريه ميه يعني ليكوفاكت ليكوفايد كده؟ قال لك ويقول لك والله لما الميه دي بتلمس العصب او بتلمس الاعصاب، سوري اه فعلا العصب، هتلمس ايه تاني مش فاهم، هتلمس العصب ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لك ان فيها انفلاماتوري فاكتورز اللي هي النيوكليس بالبوز دي، وان الاميون سيستم مش متعرف عليها اصلا لان هي ما لهاش علاقه، فبيبدا يحصل اميون رياكشن وبتاع، خلاص يعني بيحصل انفلاميشن في العصب. وده اشهر حاجه بتحصل، عارف انت الناس اللي عندهم بيسموه عرق نسا بالعربي او اللي هي السياتيكا، يعني تلاقي ايه رجلي وجعاه من ورا وبتاع، ليه؟ ده انفلاميشن في العصب. ده سبب غالبا ان هو ال بتاع ده الحوار الديسك هرنيشن ده. طيب طب في احيان مثلا جد وتيتا مثلا عارف انت ياخدوا الدواء مثلا شهر وبيبطلوا ياخدوه، هما يبقى كيبقوا زي الفل. قال لك اصل مثلا
احنا اتفقنا ان دي ميه، فقال لك ممكن مثلا شويه ماكروفيج ياكلوا الحاجات اللي طالعه دي فيفك الضغط على العصب. مثلا الجسم بيمتص الميه عموما، يحصل الميه دي ابزوربشن عادي يعني. فالمهم يعني دي فكرته. بقوله ليه؟ والله هو مش مهم، انا بقوله يعني عشان تفرق بينه وبين ال وبين الكودا اكواينا. طب الكودا اكواينا ايه اللي حصل؟ انا كنت رسمك اول مره ازاي؟ انت لو خدت بالك بص البتاع ده ضغط عليه ازاي، ضغط عليه بناحيه، قال لك هو مشهور قوي ان هو يبقى ايه دورزو لاترال كده، ايه بوستيرو لاترال هيرنيشن. طب انا الكودا اكواينا سندروم ايه اللي حصل؟ قال لك لا، اللي حصل ان هو طلع كده بص كده راح قافل كله، بيبقى ماسيف هيرنيشن. فمش اي مش اي فيرتيبرال ديسك هيرنيشن هيعمل لك كودا اكواينا سندروم، ممكن يعمل لك بس اعراض اللي هي التنميل او الالم، ويبقى حاجه في مكان معين يونيلاترال وحاجات يعني ايه مش بوساخه الكودا اكواينا سندروم. قلنا فوق ان في اعصاب بتتشل وبلادر انكونتيننس حاجه فظيعه، فالهرنيشن الفظيع ده هو اللي يعمل الكودا اكواينا سندروم، انما لو هرنيشن بسيط يعني ما يعملش ايه الموضوع بالصعوبه دي. فبس ده اللي كنت عايز اقوله يعني، وده رمز يعني الكودا اكواينا سندروم. ما علينا يعني، ماشي. فادي يا عم الكلام، قال لك والله الفيرتيبرال ديسك هرنيشن، قال لك والله انت عندك الديسك بيتكون نيوكليس فايبروزس وانيوس فايبروزس، قال لك والله ان هو غالبا بيحصل في ال L4 ال L5 وال L5 ل S1، ماشي. غالبا على فكره، على فكره احيانا بيحصل هرنيشن في الثوراسيك ليفل عادي جدا يعني، بس مش في حوارنا، بس هي دي اشهر ليفل يعني بيقولوا يعني، ماشي. وقال لك والله ان نسيت اقولها لك دي، شفت بقى فايت القرايه اللي انا بقراها. قال لك والله مثلا لو حصل هرنيشن بتوين ال 4 وال 5 ايه اللي هيبوظ؟ ال 4 ولا ال 5؟ قال لك ال 5 اللي تبوظ. طب بين ال 5 واس 1، اس 1 هو اللي يبوظ. فمثلا هي المعروفه قوي اللي هي اس 1 لما تبوظ بيفقد الايه الانكل ريفلكس، وهتاخد الانكل ريفلكس بعدين، ما انا قلت لك ان لسه ما خدناش ريفلكسات. ولكن ده اللي يهمني، ان هي بتبوظ النيرف اللي تحتيها، تمام. حتى هي بتتسال دايما على الانكل ريفلكس، ما بتسالش على ال L5 يعني، ماشي. لو انت عايز تحفظ الليفلات بتاعت الريفلكسات، ولا خليها، لا خليها في الريفلكسات معلش، هنقول الحصه الجايه ان شاء الله، تمام. فوالله عشان ما اطولش عليكم، مش عايز اخلي اوقات المحاضره كبيره، بحيث ان لو حد بيسمع بيحب يسمع الموضوع منفصله يعني ما يتوهش معايا بس. فانا بعد كده هنخلي الحصه بسيطه كده، ساعه الا تلت بتاع، ما بتبقاش طويله وترخم على اللي بياخد يسمعها يعني. فبس كده نكون خلصنا محاضره النهارده، انا اكون استفدت يعني. ومع السلامه يا شباب، ربنا يوفقكم، واتمنى يكون الشرح عجبكم وبسطتوا معانا ان شاء الله.